بصور امس ما اقدر اصور صراحه مقطع الجيمنج. هلا هلا يا سعود، والله من زمان عنك يا سعود، مشتاقين يا اخي. شفت بلوك الكستة؟ ايه والله شفت نفس اللبس. اختصر لك يعني. وانت شو تعليقك؟ كيف حالك؟ والله الحمد لله تمام. اوه جاهزين شو رباعي؟ لا يلا بصور الحين اللعبة هذه. اوه والله محتفلين. طيب يا شباب، طيب اول شيء اتفضل الف مبروك تأهل نادي الهلال الى نهائي كأس العالم للأندية. وبهذه المناسبة هذه المناسبة جايب لكم تطبيق رياضي معروف. وشو بلو ستار. طبعا التطبيق معروف يا شباب وفي متاجر جدا كثيرة. تخيل معي لو تبغى شماغ، جاتك مناسبة وتبغى شماغ على السريع، موجود سيار برضو موجود عندهم داخل التطبيق. شوف يا شباب، لو ضغطت هنا يطلع لك تطبيق سيار وتختار الشماغ اللي تبي ويوصل لك. مو بس كذا، برضو يا شباب عندهم ايه وش عندك بعد؟ متاجر ثانية يا حبيبي. مثلا مثلا حلو، تبغى عطر ولا تبغى اي شيء، عندهم مثلا متجر مكعب. شوفوا يا شباب متاجر كثيرة مكعب بمنتجات مختلفة تقدر تطلبها عن طريق بلو ستور. والحلو يا شباب وشو يا سعود؟ متجر نادي الهلال. طيب يا شباب، متجر نادي الهلال الآن عليه خصومات توصل إلى 30%. إذا دخلت يا شباب راح تحصلون خصم على كل شيء، شوفوا كم 30%، يعني فرصة يا سعود. سعود ابي طاقم حارس. طاقم حارس؟ ابي طاقم حارس، ابى اشوف لك طاقم حارس. اي ابي طاقم العالمية بالله. طيب ابشر ابشر ابشر، عليه خصم 30% يا شباب، هذه فرصة ما تتعوض على متجر بلو ستور.